طبعا بتعرفوا انه اللبنانيين نقلوا نجاحاتهم في العالم الى اربيل والى الاقليم ويساهمون بما سمعته اليوم من الرئيس بارزاني ورئيس الغرفة من الوزراء اللي استقبلوني قرأت لوغوت يساهمون بشكل فعال بازدهار بهم وبهماء أقليم واليوم بعد ما انتهت الظروف العصيبة اللي أدت إلى تراجع الدولة الاقتصادية وإلى يعني نزوح الناس ونزوح المستثمرين والمقاولين ورجال الأعمال اليوم بعتقد الظروف عادت تسمح لعودتهم هذه كانت مناسبة لنطلع على الأوضاع ولنوجه لهم دعوة شجعهم للعودة الاقتصادية إلى الإقليم إلى العمل فيه إلى إنمائه إلى تفعيل وتسريع الدولة الاقتصادية ورح يلاقوا لهم هون إخوان وأهل يشتغلوا هم وياهم المجالات كثيرة في المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدارس والجامعات والمقاولات وكل المجالات إن شاء الله بترجع تدخل المنتجات اللبنانية الزراعية والغذائية وكل أنواع الصادرات اللبنانية ترجع تدخل كمان هون ونبشر اللبنانيين والعراقيين سيدي وزير ما هي